السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم الدكتور أبو فهد من شركة جي بي آر، مرحبا مجددا معكم من أرض الواقع ومن وسط هذه الجبال الشاهقة. نقدم لكم اليوم الجهاز الرائع الذي أخذ فترة من الزمن حتى تتطور وتوصل إلى المرحلة التي سنراها بعد قليل. أعزائي، الجميع يشتكي من التصحر، من الحشرات، من الزواحف، من الجفاف. انتشر الجفاف بشكل كبير في قرى، في مدن، في مناطق كثيرة حول العالم، والآن أصبح أجهزة المياه أو اكتشاف المياه الجوفية من الضروريات ومن الأشياء المهمة لكل مكان وزمان. لذا تطور جهاز الجي دبليو وأصبح الآن النسخة الجديدة الجي دبليو 6. هذا الجهاز بكل صراحة يحتوي على كل أنظمة الاستكشاف المتطورة، وأيضا يحتوي على سهولة وتبسيط عملية الاستكشاف. سوف نرى مع بعض. الجهاز مكون من القطعة الرئيسية وهي الشاشة، وتحت الشاشة يوجد العقل المدبر أي غرفة التحكم. وغرفة التحكم هذه تحتوي على سناسر أي حساسات خاصة لعمليات الإرسال والاستقبال والاستشعار بوجود المياه الجوفية والأبار الارتوازية. طبعا الجهاز بسيط جدا، من خلال مفتاح الأون والأوف نستطيع تشغيل الجهاز. بعد ذلك طبعا نستطيع أن نختار من على الشاشة الأشياء التي يبحث عنها، مثلا المياه المعدنية أو المياه العذبة أو المياه المالحة أو المياه متوسط الملوحة. وبعد ذلك رقم 5 يظهر الجهاز قوة ضغط المياه. طبعا بسبب أشعة الشمس لا نستطيع أن نرى، ولكن بعد قليل سوف نزيل البلاستيك رول حتى يكون عملية الرؤية جيدة. ما زالت الرؤية، ولكن يعني بطريقة أوضح. الآن سوف نرى، سوف نجعلها على الظل بعد قليل. المهم حينما نختار يكون الاختيار من هذا المفتاح، وهو مفتاح السلكت ووتر، مفتاح الاختيار. يعني الآن وضعنا الاختيار على المياه المعدنية. بعد ذلك نضغط على المفتاح الأعلى وهو مفتاح الكونفورم، يعني إعطاء الإذن بالبحث. نضغط عليه مرة واحدة، أعطانا سيرج، يعني الجهاز بدأ يبحث عن المياه الجوفية. الآن طبعا المستشعر الأمان